تونس اليوم وصلت مش إلى حافة الهاوية، نزلنا إلى الهاوية. والدليل على ذلك رموز الدولة تفككت وصارت هزلة. اليوم على الوزارات يعود نكتب الجمهورية التونسية، وعلى السفارات متاعنا الخارج نكتب السرك التونسي. وهذا السرك بدأ بتسمية المرزوقي كرئيس مؤقت ببقايا أصوات انتخابية. وقلت سبق لي أنني قلت لبن علي أننا كرهناك من كندا، اللي هو أقول أننا احتقرناك أيها الحقير المحتقر. أنت حقير في تصريحاتك، في تصرفاتك، في كذبك على الشعب، في تاريخك، كل كذب يجب أن تستقيل. أخرج مكان السأنادي بيوم مش اعتصام، كل تونسي يهز قرطاس حمص ويحطوا لك في القصر هدية والفهم يفهم. السلام عليكم. باش نقول كلمتين بركة للمرزوقي، باش نقولوا كلمة ترتور ولا ترتور ولا اللي تحب انتي، شوية فيك، كل صراحة شوية فيك بريمون شي حشم توفي انت. بالرسمي ما نتشرفش بيك كتونسي، والتوانسة الرجال فكذا جدي بيان رجال الأحرار ما يتشرفوش بيك، باش تكون انتي طويكة اسمك على محطوط كرئيس جمهورية متاع تونس العزيزة. تونس معناتها بتاريخها برجالها بدنيتها، فهمني، واحد بريمون طلعت شيء، معناتها بريمون شيء ما عادش واحد معناتها ما قالش الكلمة اللي يعبر بها هيك باش معناتها يفسر قلة الهمة متاعك وقلة الرجولية متاعك. أكيل نيفو معناتها ما عندكش لا شخصية ولا كرامة وبوان، معناتها فهمني الناس معناتها حتى كي دافعت عليك في القضية هذيا نتاع المجرم المحمودي، الناس ماهيش تدافع على الفاسد هذيا، دافعت على شخصيتك انت وعلى شغل معناتها شخص رئيس الجمهورية. اما انت واطي ورخيص وماكش راجل، اول مرة معناتها نهي البشر على خاطر تستحقها تستاهلها. معناتها انسان اللي وصل معناتها انت بطبيعتك رخيص، حبر ما شديت رئيس الجمهورية فهمتي ولا ما ولاو غوزمون باش نقولها للشعب التونسي، قلتها قبل فهمتي ولا طلبت الكاميا حمص باش يجيبوها لك من لافينو باش تعمل تبرتيفا نتاعك نتاع كعبة البيرة نتاعك، قالوا لك نعملوه لك في القصر، لا قلت لهم نو شاهي فهمت كذا جيبوه لي من لافينو فهمتي ولا فهمت. معناتها شكلك تبقى الشكل نتاع معناتها فهمتني نتاع فيران نتاع بار مش نتاع رئيس جمهورية فهمتني ولا. هذايا الشيء نقوله لك، وأقل حاجة نجم نقولها لك على خاطر انت كشخص تعتبر مهانه للشعب التونسي باش تكون انت رئيس نتاع جمهوريه مصر، فهمتني ولا؟ اللي معناتها للسينما اللي عملته الكل والكذب اللي عملته الكل، اون بليس دو سا تتصرف بالطريقه هذيا وترد معناتها بريمون معناتها ما تحشمش على روحك في بلاصتك نجمل روحي، اما معناتها ان لم تستحي فافعل ما شئت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.